هلا انا والعياذ بالله من كلمه انا المواطن فلان عايشها احلى عيشه، شوارع بلادي الوان والحاله عالو مستوره. اخي انا احلامي مسبقه الدفع وحياتي على الفاتوره، جايب ولادي باثنين وعم ربيهم على النوطه، عندي كل شي يخزي العين وكل اموري مضبوطه، ويا عين الحاسه اطبعي انا عايش احلى عيشه. يا سيدي جاي على بالي بما اني قاعد فاضي لا شغلة ولا عملة، اقترح اقتراح جامعي. بدك تقلن يخففوا شي من هالجامعات ما؟ حكي مو ناقص القهاوي خريجين عاطلين عن العمل، القهاوي صارت اكتر من الجامعات بكتير. لك لا اشو يلغوا جامعات انت التاني، خليهم، خلي الطلاب تتخرج وتاخد شهادات، انجاز معنوي على القليلة، بيعلقها على الحيط وبيقعد بالقهوة، شو خسران عليه؟ شو بدك لكان؟ بدي اقترح يفتحوا فرع جديد. فرع جديد؟ انا بقلك يلغوا وانت بتقلي فرع جديد؟ شو هو؟ هندسة تراجعية. شو ها؟ شو يعني؟ كل عمري بعرف هندسة مدنية، هندسة عمارة، كهرباء، ميكانيك، بس شو هي تراجعية؟ اشرح لي، عطيني مثال لأفهم. اسمع لقلك، هلأ مثلا وقت بتلغي الباصات القديمة تبع النقل الداخلي وبتنزل ميكرويات سنفورة صغيرة على قد شوارعنا، هذا شو اسمه؟ تقدم. طيب وقت بترجع بعد 15 سنة بترجع الباصات الكبيرة على الشوارع يلي هي اصلا مو وسعانة حالة، شو اسمه؟ تراجع. وقت بتجي لتبني مستشفى مجاني، هذا شو اسمه؟ تقدم. وقت بتبطل وبتعمل محل المستشفى جنينة، فشو هاد؟ تراجع. ولما بتنزل كمبيوترات على كل الدوائر للتسريع بالمعاملات وتسيير أمر المواطن، شو بتكون عم تساوي؟ تقدم. بس لما بتتعطل كل كم يوم شبكة الحاسوب، وكل ما يتعطل الحاسوب بتتعطل معه كل المعاملات وبيوقف كل شي، فشو منكون استفدنا من هالتقدم؟ التراجع. ولما بنعمل عطلة يوم السبت مع انه مو ناقصنا عطل، وخاصة بالمدارس، ومنرجع منفكر نلغي العطلة ونستفيد من هاليوم، فشو اسم هالحركة؟ هاد اسمه تراجع عن شي سلبي، يعني تقدم. بس لما منرجع منبطل نتراجع عن الشي السلبي، فشو بيكون هاد؟ بيكون تراجع مضاعف، يعني تراجع الستنين. شفت شلون؟ يا سيدي حكيك مزبوط ومقنع تماما، لازمنا هيك فرع جامعي، اقتراحك بمحله. فرع شو واقتراح شو؟ حبيبي انا لا قلت ولا اقترحت.